حب النبي هو رجائي ومطلبي. محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زادنا إلى الله، شفاء قلوبنا ونور حياتنا وسعادة أفئدتنا. في محبة النبي إحساس بحبه في قلبك غير مسألة اتباع السنة. الحب عمل قلبي تتفاعل فيه الأحاسيس وتستجيب به المشاعر وتتفجر معه الأشواق. صلوا عليه في كل وقت وكل حين، وهو في زي النبي يا مسلمين صلوا عليه. تظهر انفعالات الحب مع ذكر المحبوب. اما الانسان يبقى قاعد كده نفسي اشوف النبي، نفسي اقعد معاه، نفسي اكلمه يكلمني. حين يذكر المحبوب يهتز القلب وتدمع العين ويزداد الشوق لرؤية المحبوب وتشتهي العينين التكحل برؤيته. تأنس النفس بالحديث عنه ويتطلع القلب ويتحرك ألما عندما لا يتمكن. ده أغلى من كل البشر، سراج منير شمس وقمر. وصدق حبيبي محمد حين قال: إن إخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بنفسه ومالي. حب النبي هو رجائي ومطلبي، صلوا عليه.